هندسة حركة المرور الذكية، أحد برامج ماجستير MX. يوفر هذا البرنامج المعرفة المطلوبة والمهارات المتقدمة لتحليل وتصميم حلول فعالة قائمة على التكنولوجيا، من شأنها تحسين السلامة المرورية وأنظمة التنقل وكفاءة النقل. يعد هذا البرنامج الطلاب للعمل في مجال هندسة النقل لتوفير وتشغيل شبكات نقل فعالة واقتصادية وآمنة، وتشمل الموضوعات نظرية تدفق حركة المرور والتصميم الهندسي للطرق السريعة والتحكم في حركة المرور، السلامة في الطرق السريعة وأنظمة النقل الذكية.